نظمت جامعة المنصورة المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت شعار الطريق إلى الجمهورية الجديدة. ويهدف المؤتمر إلى إبراز جهود الدولة وكافة الجهات التنفيذية في النهوض بجودة حياة المواطن المصري وجودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما يهدف المؤتمر إلى إبراز جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفعاليات المبادرة ورصد التحديات التي واجهت الجامعات المصرية في تنفيذها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالجامعات ومشاركتهم في وضع استراتيجيات وخطط لتطوير الريف المصري. في قوافل طبية تم إطلاقها سواء داخل محافظة الدقهلية أو في المحافظات الحدودية زي شمال سيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، وصلت لـ20 قافلة على مستوى الجمهورية. وهذه القوافل كانت قوافل الحمد لله شاملة، رعاية طبية وصحية على أعلى مستوى، وبيطرية وزراعية وثقافية، وكانت تنموية أيضا، وكانت أيضا بتهدف لرعاية الأطفال يعني، وكان معهم فريق من الطفولة المبكرة بيقوموا بدور كبير جدا بالنسبة للأطفال في المناطق الحدودية. جامعة المنصورة بصراحة من الجامعات الرائدة في المبادرات ورائدة في مجال تطوير الريف، وأخذنا على عاتقنا الاهتمام بقرى محافظة الدقهلية واكتشاف الموهوبين ورعايتهم.